أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. لا ريب. لا ريب. فيه. فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون. الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب. ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. بما أنزل إليك. وما أنزل. وما أنزل من قبلك. وبالآخرة. وبالآخرة. هم يوقنون. هم يوقنون. أولئك. أولئك. على هدى من ربهم. على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سينس بتركور صفتي سفير الخيال. بسم الله اسم الجلالة باريك. بسم الله الرحمن يس حاج كسرة شيء الزوري كسيتين راسة راجسي راشو بور بورن موجب كي راشو زبرسان الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الرات إيش دويم بور وربيش خيال كرون إمسا ديس بچن جي پڑھنا ہوں یہ آيات إيش كيس اكسي شاس ما سرين پڑھن بعض وقت جي پڑھن بسم الله بچ پڑھن هر الرحمن بچ پڑھن نر الرحيم إيش نصحي كي اتمنى چو بسم الله هي روزن سيتت هي إيش پڑھن إزيان پين سنتولن نت اگر کان چھ بچی شرا سن کہ شکن پڑھ بسم اللہ پتہ الرحمن پتہ الرحمن الشرا الرحیم مطلب اس تلاوت کلاس پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سی شاس پڑھ کے سیکھ سنوری اور اینڈ اس شو قبل اس کان اور مد کس کیسی مدی مدی بج سکونی عارض نہ الحمد للہ ادن تو لام پر خیال الجود كيف نقول الحمد لله اسم الجلالة مرقق باريك رب العالمين رابور نعم وقبل إسكان وقبل إسكان نعم وأغرى وقب كرنكين تلقى بدو رب العالمين الرحمن الرحيم تلي عالمين جنون الزبر الراسد يقول لنا مالك أكثر شيء دين غلط قصن وعلى لوكش بدن مالك يوم الدين مالك كيف أشي بدن زير كسرة إسرات قصين نين قصين مالك مين باريك مالك اللي بتجس باريك مالك كي كسرة يو صفته لين يوم الدين إياك نبر يا مشدانا يا أسبر كيف قصون ارتفاع عواز هذا تهزر عواز إياك نعبد إياك نعبد بودو دنو ايش بيشان بوتي تو دوتي وإياك نستعين قلتي سان جواري الطلاب كوزات بدن نستعين تمچ عين چی آواز یہ ایک پر زیر تھا پر چن سی عين چ پرن اسی زیر تھون کوس یا نستعين عين چوری دی نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم اه هذه كسره ارزيه ها يس انت حلقه برشنير نس اهدنا نص نون الزبر الاسود صاد سي صاد كيس بور مگر نص اهدنا سي سي را را تي بور الف تي بور طا طا تي بور الصراط المستقيم قابور وشاس بس كتبت بلو اكسي شاس بس اهدنا الصراط المستقيم اور اگر ایتن رکو نہیں کہیں اس ات ایتس نستعین اس پر تلک پروجن و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت نون ساکن پتہ عین الاظهار الحلقي ميم ساکن پتہ تا الاظهار الشفوي نعم أنعمت نون ساكن ميم ساكن قلنا ال كوز كيسي ال ال
الناقصة. نون جر ساكن إظهار. نعم. أنعمت عليهم صفة لين غير المغضوب علي أتفر صفة لين هم ممساكن بيجز يعني إظهار الشفي قلنا جز أن ناقصة غير المغضوب غاي غاينبور يعجز به ساكن كوجهات زبر أصل بروكين صفة لين غير المغضوب ضاد سبجد مو صفة استطالتي وربين باقي شو أسي استعال شات نرجسن إتباق شات نرجسن وغيرهما غير المغضوب عليهم ولا الضالين لامس بتركيز نبر كأجي بركارس مشدد يمبرو كأجي حرف مد ولا تنسى بتركيزنا ولا الضالين أدنى كأجي بتشين اللي بيقولوا تزابر وش حرف مد مغر تم بداية تشديد أينا وربيشي كلمة مشتمل الضالين قويشي مد لازم كلمي مخفف شكل مثقل مثقل كيش تشديد وش مد لازم وردنا كيس كي أقصون طول وترن ألفن برابر شن حرقة برابر ولامس برشون بدو جاد لامس برشون سري بس كي أقولون نبر كيف برتقى حرف كيس مشدد دايس أحسن تجديد دايس أحسن مغر تيمبر دايس أحسن كيس أحسن عمودن حرف مادة مريض من كان كمادة كيس أكثر شيء غصن تجين تجين جسم مادة لازمي مثقلة مغر يات وا مشدد يا مشدد برتقى غصن مجردن يدين تدرس لبيون تدين كيس تبر نبر ألبتة برتقى يس وا وت يا ورايشو تبر كيدين كيس كيس يدرسو مادة تبتي قدر لبو أدرس بده حرف مشدد دايم ولا الضالين ولا الضالين يجي الكور أتقسم زيادة زيادة كاس من تكاسة ولا الضال أرجيت فبريج غلط ولا الضالين غلط إيش نسيه تلك تبرو ولا الضالين نبرغو بطل لامس بدر سيبورم سيدنا ورلين يسشو يتشم أتنتي صفتي عارزة سكوني عارزة ليتي يتبني صف سك ما دي سكوني عارزة تنا آمين يسوس بدر جاتن سوشيس دعاء سبت بدر سوشي القرآن سورة فاتيو كيسة آمين شو سورة فاتيو كيسة آمين شيء بدن دعاء كيسن اختتام بدن يعني آمين إيش اسم الفعل بمعنى استجب يعني ربا يكرز استجابة تذكره قبولنا سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف أتمنى كما ديك فدز لام تشوشن إيش لام ألف لام ميم لام يعني زنت بوشيسي زنت بوشيسي إلي سباني شكل مجي كول لام ألف ميم ألف ميم روش زبر تم بدا ميم ساكنة أنا شديك هذا أسكي باسن جيش مدي لازم حرفي مخفف چنان شكل دل باسن مغر يسي ميم شاد لاموك أدوك ميم ساكن تم بدا كوش لفظاو بي ميم گو میم ساکن مدل میم انا متریتن کہ ادغام وہ یہ میم کیسے تشدید مزل تبدیل ونا یہ الف نور زبر اسلام اس اسلام پر زبر است مدل الف لام تبدیل دون میمن کو نہیں گو وہ روز نہیں مدل لازم حرفی مخفف کے یرو بنی مدل لازم حرفی مثقل الف لام گنا کس نے میم شدن پچھو ميم إيش ما لازم مغر شي حرفي مخفف كاش يا ساكن مزير باش ميم اس بعد سكون ميم واش قلت نعم قلت دون وجه ما لازم غونيج اخشي اسلام اس بعد شي بنسي الف زيتن سوت ما لازم
حرفی مثقل اور اس میم کو اختتام بھی گزر حرفی حرفی مد لازم حرفی مخفف نام ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه معاني قشتن ان تتر پھٹن سوچن دویلٹن دوی مز گس کوین تے گجے ایک انسان وقف کر سن لا ريب فيه اغریس کر هدى للمتقين هدى لل تنين بدا لام ادغام بلا غنه ادغام طامت زنجي الذين يؤمنون بالغيب غي صفة لين ويقيمون الصلاة صاد بور ويقابور قي قابوك ويقيمون الصلاة ومما من مشدد قلنا الأكمل رزقناهم رزقناهم قابس بر صفتي قابس بر صفتي غير متزادة يعني قلقلة مگر قلقلة كوز قيس أس الصغرى كي شو وسط الكلمة اسمس اور زاس پر جس امروچوس تات پر صفتي صفير اور تمرو جس راچو راکی اگش پور رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل ما تقصد مدو مدو منفصل المد المنفصل يعني مدي مدي جائز شيء نعم يتقصد صورن يا پانچن حرکتن برابر توسط او فويقت توسط نعم اليك وما انزل نون ساكن بدل زاء الاخفاء الحقيقي قلنا ال الكامله من قبلك بيقولنا الكامله نون نسبه اوقاف ورقب قلقله الصغرى وبالاخره هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك ما تكسر ما دو متصل يجب توسط أو فويق التوسط بقيت ما دي واجبنا ويت گيس چونيا پانچن حرکتن برابر گو دون الفن بي تھوڑا بہت علاو هدم گنا الاكمل تن پتا ميم گنا الاكمل يعني ادغامي ناقص هدم من ربهم مر نور ساگ بتا را تنوين يا نور ساگ بدل راي يا لامي گنا ال ادغام التام يعني بلا غنى من ربهم راجس بور والميم ساكن بدأ واو إظهاري شفي غنى كسي الناقصة وأولئك هم المفلحون نعم وقبل إسكان أدن كسي سكوني مدي سكوني عرس كل هذا يبرز ما دي لازم تزيد راون استكوا هي تزيد رايتن ما دي سكوني عارز أتش زيد راون دي جايز توسط تقارن جايز يعني طول تي توسط تي قصر تي ترجم بوز إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف ابتدى القرآن وبتأتى ذكرنا كي أوريشنو القرآن لفظ كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان جملة شنو كي ألبدا ربرون كي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بلتي قرآن تلاوة شكرا قولي جو الله تعالى سيدي دربار سوز پناه مغن كمس نش
شیطان سے مردود نشی مطلب شر نشنا وہ استیش من اعوذو کہ بچوس پناہ مگن باللہ اللہ تعالیٰ چوس مگن پناہ تم سے چوس مدد مگن پناہ مگنو کن من الشیطان الرجیم کم استیشی رجیم شیطان اس نشی یعنی اس رد آو کرنا رجیم آو کرنا مردود آو بنانا اس رحمت نشی دور آو کرنا تم چوس بو ربس بچاؤ تو پناہ مگن کہ ربا میں بچاؤ تم سے شر نش مراد نا بسم الله الرحمن الرحيم شروع چوز بکرن الله رحمن الرحيم سندي ناو سي يا يس الله تعالى مهربان چو ترحم کرنول چو الحمد سري تعريف لله يا تعريف چي حمد چو الله تعالى سندي خاطر رب العالمين ايش لله چي اتر بدل يا لله چي باك صفت رب العالمين يس عالمين هون رب چو بناون وول چو اور عالم کا چیز بن ما سوى الله العالم ایتی کیا سا اللہ تعالیٰ سندی ذاتی ذو الجلال ورائی چو تی سوری چو عالم تم کوئی رب چو اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ستا مہربان تی ستا رحم کرن وول چو اور اصل چی مراد کا سیدن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اصل چی مراد کی چو یعنی حمد چھ اللہ تعالیٰ سے دی خاطر اس عالمین ہوں رب چھو تم سی رب سے دائی گوڑنی صفت بہن کرنے رب العالمین یا بدلا ورنے رب العالمین عالمین ہوں رب چھو سو اللہ تعالیٰ رحیم تو رحمان رب اور مالک یوم الدین مالک اس مالک چھو کم یک آخرت کی دھوک یعنی حساب کی دھوک اور یہ اس ایم ایک ترجم چھنا کرنے گرامٹیکلی سو جیت پر دیکھا سن یعنی تعریف چھ کم سین خطر تم پت گئی مالک قیامت کی آخرت کی یعنی حساب کی دو کس مالکس رحیم و رحمان عالمین ہندس ربس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خطر کہ للہ تل کے سنت نت اردو پڑھ اس کرو بڑ بڑی اور کسی ترجم کہ جی ساری صفت کم سن اللہ تعالیٰ سن للہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس اللہ تعالیٰ کے لیے تم سی صفت یعنی زن چھ مراد للہ لرب العالمین للرحمن للرحیم لمالک یوم الدین یعنی زن چھ اتت مراد اور للی سارنی قدر یا للہ پت چھ اللہ تعالیٰ سن صفت اوت برس رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخری آنا کلها ایاک نعبدو ربا چھ یوت چھ اس عبادت کرن و ایاک نستعین چھ یوت چھ اسم مدد استعان مانگن مدد کرن مدد مانگن اهدنا رب اس کرز ہدایت اس حواز بات الصراط المستقیم سزبت موصوب صفت اهدنا الصراط المستقیم رب اس حو سزبت صراط الذین انعمت صراط الذین تملو کن حزبت انعمت چکرت رب انام علیہم تمن پیٹ یعنی دین سی بات ہوئی من پیٹ سے انام کرو غیر المغضوب تمن حض نہیں کیے یہ مغضوب بنی مفعول چھو یعنی من پیٹ غضب آو کرنا تم کم چھے یہود علیہم یعنی تمن پیٹ من پیٹ چون غضب آو تینز بات چھنے ضرورت ہیں ولدالین اور تینز تینے کے یہ گمراہ گئی تم چھے نصارہ نعم اور تم پر چیز ایت دو حسمز کرن آمین نعم اور یہ چیز سورت الفاتح زن چو پتہ اس لئے اتمنی چو دعا کر اللہ سبحانہ وتعالی سکن زن چو تم کوئی پتہ اہدنا صراط المستقیم گو کیا سوچ پتہ اللہ تعالی کہی تیشنا ہونا صراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین اس سوری پتہ مطلب نہ اتمنی چیز وضاحت اور اس اوہ چو انہی ونکی جس قرآن مغز چو سوچ سورت الفاتح اور یہ سورت الفاتحہ کی مغز چھو مین گوی چھو سچو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ چھے یو چیز میں عبادت کرن تو چھے یو چیز مدد مگن یہ چھو پور اللہ تعالیٰ سے اس کائنات بنو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تب یہ مراتی کیا چھو ایاک نعبدو و ایاک نستعین یعنی اصل مقصد چھو صرف ایاک نعبدو کہ عبادت ہی صرف بشت عبادت کرن یعنی چھے یو چیز عبادت کرن اے ربا بشت چھے یو چیز تحیو تھا چیز مدد مگنے سورة البقرہ یہ قرآن مجید دویم سورہ مبارکہ ترتیب انتہاز اور سر کو بڑھ سورہ مبارکہ یہ قرآن مجید یہ ہے یہ سیفیز کرنے و انشاءاللہ درائے بیذن اللہ عز و جل
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم بيبرو إكليت. ألف لام ميم إيشو حروف مقطعات أو ألف نارملي بورا إيشي ألف أتمنى شيء فاس بيت أنس بمن مخرج سان إزار كرون بس بين حرف بيت غيستي لام أتمنى شو مدو لازم حرفي مثقل ورميم مد لازم حرفي مخففنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أغري واقف تكروكين لا بأس به شدو يتسلي نعم. الذين يؤمنون بالغيب صفة هذه صفته لين طيب طيب ألف لام ميم إيش ترجم برنام إيشو غروبي مقطعات. ذلك الكتاب إشارة شو نقول نات كتاب يقول إني هي كتاب هسا هو كتاب يعني مراد القرآن مجيد لا ريب فيه أتما شو نشك كين كي كشان ربصس كتاب كشان بس كتاب لا ريب فيه كن شك شو نكثر أتما أغريز لا ريب بس شو ركن يعني زوج برا لا ريب كن شك شو فيه هدى للمتقين أتمنى أتمنى في هداية تقوى غزارة عندك هذا أغرى إذن رأي بس بدر كيري كيس بيجي فيس بدر تل تمرة لا رأي في أث كتاب مجنون هداية يعني شاكين هدى للمتقين في هداية المتقين عندك هذا دروني سورة ما خدين كده واقف بيتنا كده واقف ما أنا شو بنجاي صحيح روز الذين يؤمنون وانش مراد متقيكم في تقوى غزار كمان شو نن ربنا كرتم السبب باني بين الذين يؤمنون بالغيب يم غابس برش إيمانا أمور غيبية إيشوشن الله ترسل وجود فرشت قيامة الدو جنة جهنم عذاب القبر إيش سوري الأمورات الغيبية عشان بالإيمان وحي شنو إيش لازم قاعد إيمانا وغير آثار شيء تم وجود أشي إيمان أنا نزوري مشروع أنا نشوف زوري ويقيمون الصلاة بيم نماز كيش كرن قائم گو یمن گابس پٹ ایمان کین یا نماز جیسے نبی قائم کرن کین یم ایک نا متقی ہے سر و مما رزقناهم دے تیمز کی اچھا رزقناهم ی ایسی یمن عطا کر رزق ينفقون اما چم خرچ کرن ولاس گو یہ چی کم کنز مثال متقین سے پتہ مت بیان کر بے والذین یؤمنون بے یملک ایمان چن بما انزل الیک یہ کیسا تو کہ یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نازل أو كرم وما أنزل من قبلك بي طيب نوت كيسا نازل أو كرم إنجيل زبور تمرور توراة صوفي إبراهيم وموسى وغيره نعم وبالآخرة بيش آخرة كيس دهس بيت هم يوقنون كيا كرم يقين أنا قو آيات اسمه نعم أسي الله ترس بيت إيمانهم آخرت کس دوست پر ایمان ہوں فرشتن پر ایمان ہوں رسولن پر ایمان ہوں آنا اچھمدی سوری سو ہم یوقنون ہم یقین کرنوال چا آخرت اس پر اولائکا تم ایچت تم لوگ علا حدن من ربهم ہم پنیس رب سنجی طرف ہدایتی چوائد پرچے صحیح بات پرچے و اولائکا ہم ایچت تم لوگ ہم المفلحون ہم ایچت کامیاب پھلاح کامیابی لبلو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نسیم نسید أختلف قرأت إن شاء الله تنفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون الحمد لله هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم